محمول على أكتاف أبناء مدينته ورفاقه من مقاتلي وضباط جهاز مكافحة الإرهاب ومن البيشمركة إلى مثواه الأخير بمراسيم جرت في محافظة دهوك. ذلك هو قائد العمليات الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء فاضل برواري الذي توفي عصر أمس بشكل مفاجئ إثر نوبة قلبية. مسؤول كردي أكد أن برواري أدى واجبه العسكري بمهنية وتفان سواء عندما كان ضابطا في البيشمركة أو بعدها عندما أصبح واحدا من أبرز الضباط العسكريين في الجيش العراقي. كان فاضل برواري في صفوف البيشمركة وبتحسن الأوضاع في كردستان قصد الجيش العراقي وقدم العون له بعد سقوط صدام في وقت لم تكن هناك مؤسسة عسكرية. حقق اللواء برواري الذي توفي عن عمر ناهز 52 عاما شهرة واسعة داخل المنظومة العسكرية العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين، إذ يعود له الفضل في تأسيس الفرقة الذهبية العراقية أو جهاز العمليات الخاصة التي كانت النواة الأولى لتشكيل جهاز مكافحة الإرهاب فيما بعد. وقد خاض برواري معارك عديدة ضد فلول داعش محققا انتصارات كبيرة يشير لها قادة في الجهاز بالبنان. فاضل برواري لم يكن بطلا وإنما فوق الأبطال، وإن قلنا شجاعا فهو أكثر من شجاع. فاضل برواري كانت له اللبنة الأولى في تشكيل العمليات الخاصة، من أول تشكيل للعمليات الخاصة، شارك في كل معارك العراق جنوب وشمال وشرق وغرب. ولطالما تغنى برواري مع مقاتليه بعد كل انتصار على داعش بحب العراق وقدرة الجيش العراقي على سحقه. اليوم فرح الكل العراقيين، مو فرح بس الذهبية ولا جهاز مكافحة الإرهاب، والكل عراقيين، هاي فرحة الكل عراقيين، وإن شاء الله ما يبقى واحد وسق بالعراق، كله ينطرد من العراق، ما نخلي واحد بالعراق. هذا وقررت قيادة جهاز مكافحة الإرهاب إقامة مأتم في بغداد على روح اللواء فاضل برواري تقديرا لشجاعته في الدفاع عن العراق. يوسف المندلاوي، الحرة، دهوك.